جسمه أيضا للدكتور، وطول الليل بيعيط ويتفزع، وأول ما نعمله كمادات بيبرد، لما بنشيل الكمادات عنه جسمه بيولع تاني. اسكت شوية يا أمين وخلي الدكتور يشوف شغله. هو فين أم الولد؟ موجودة يا دكتور، بس هي عندها شغل ما قدرتش تيجي. الولد وزنه ناقص وعنده سوء تغذية، شاكك إنه عنده الصفرة. وحش الصفرة دي؟ يا أمه ما بتردعوش. شفت؟ مش قلت لك الولد التاني واخد خيره كله؟ هما توأم؟ لا يا دكتور، بس امه مرضعه. مرضعه وابنها ناقص غذاء؟ طب وليه احنا بس على العلاج واحنا هنشتريه؟ علاج ايه؟ ده طفل رضيع، علاجه لبن امه وبيئه صحيه، وانتوا بتقولوا ان عمره ما شاف الشمس. النهارده اول يوم ما شافش الشمس. وانا مطلوب مني ان اعمل معجزه؟ الطفل ده لو كتبت له اي علاج مش هيجيب اي نتيجه، لو الاساسيات اللي محتاجها الطفل دوت ما توفرتلوش. بعدين انا دكتور يا جماعه مش ساحر. يلا يا نزل، هاتي له بنت خاله ولا ابن خاله عشان يلعبوا معاه ويسلوه. طب ما تجيبي له انت اخ ولا اخت. لا مش دلوقتي خالص، وبعدين انا مش قد تعب حمل ولاده تاني. مش شرط، احنا واحنا صغيرين انت ما كنتيش بتلعبي معايا وتسليني. انا اللي كان بيلعب معايا ويسليني هو امين، واكيد لو كان ابنه عاش كان هو اللي هيكون بيلعب مع سليم دلوقتي، صح؟ لا مش صح يا نزل، عشان انا قلت لك 100 مره قبل كده ان انا مش هسمح لابني يتربى مع اولاد الشغالين. وهو انت بتعتبري امين مش شغالين؟ امال عايزين احس ايه يعني؟ ما هو من الشغالين فعلا. احنا من ساعه ما فتحنا علينا وهو حوالينا، وبابا كان بيحبه جدا، وامين الوحيد اللي كان مسموح له ان هو يتربى معانا. انا مش فاهمه ايه اهميه امين ده عشان يبقى موضوع اقعد اتكلم فيه انا وانت. امين مهم قوي قوي يا امال، بالنسبه لك وبالنسبه لي. قصدك ايه؟ مش فاهمه. امين اخونا. انت جبتي الكلام ده منين؟ هو انت كنتي عارفه؟ الكلام اللي انت بتقوليه ده كلام فارغ وملوش اي اساس من الصحه، وانا مش هسمح لك تفتحي الموضوع ده تاني لا معايا ولا مع اي حد، مفهوم؟ مين تاني عارف؟ ادخل. ازيك يا حسين؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا نصر. شد حيلك، انا ما بعرفش اقول في الحاجات دي. ولا يهمك، مفيش حاجه تتقال. انا هستناكي عشان نخلص كلامنا يا امال. هنزلكم. شفت المصيبه اللي احنا فيها يا احسان؟ انت كنت عارفه موضوع تسديد الديون اللي في عقد الاداره ده؟ لا بجد، اسمحي لي ابدي اعجابي بالانسجام في التخطيط اللي بقى بينك وبين مراد. برافو عليكوا فعلا. مالك يا حبيبتي، في ايه؟ انا اللي المفروض اسالك في ايه تاني ناويين تعملوا في احسان؟ شرط ايه اللي في العقد اللي يخلي احسان لوحده يشيل الضرايب القديمه اللي في الاداره؟ عيل صغير هو بتضحكي عليه؟ خدي حبيبي الاداره العب بيها شويه، عقبال ما نشوف هنحضر لك مصيبه ايه جديده من ضمن المصايب اللي عماله تنزل على دماغك من ساعه ما دخلت رجلك العيله دي. يكون فعلك، انا مش هسمح لاي حد ايا كان هو انه يأذي احسان تاني باي شكل من الاشكال. خلصتي كلامك؟ محدش بيأذي احسان، طول عمره كان عايز يمسك اداره الاوتيل وانا مسكتها له. ايه؟ يدفع المقابل بقى. احسان قدم عشان الاوتيل وعشان العيله دي بدل المره قبل، ومع ذلك شكرا قوي انك حققتي الحلم. بس يا ريت بقى توريني هتعملي ايه في المصيبه اللي جايه لك في الطريق. نصلي عرفت ان امين اخويا، ويا عالم لما تفتش ولا الموضوع هتعرف ايه كمان. ودي طالعه لابوها، مصيره الغلابه والمظلومين، يعني لا هيهمها اسم العيله ولا مصلحه الوطن. لا يا نزلي، كان لازم تقولي لي قبل ما تاخدي خطوه زي دي. كنت هتقولي خدها يا علي عشان حقق مين يهمك زي ما هو يهمني. انا لا مش قادره اصدق ان امال كانت عارفه، يعني كلهم كانوا بيخبوا عليا ومفيش حد فيهم عايز يرجع الحق لصاحبه. طيب خلاص خلاص، مش فارقه بقى، كله عارف. الوحيد اللي لسه ما عرفش الغلبان اللي اسمه امين. والله انا خايف عليه جدا من الصدمه،
وهيعمل ايه لما يعرف ان كل الناس كانت عارفه حتى مراته ومحدش قال له؟ ورد فعل الست سكينة هيكون ايه؟ ولا مراته ووالدتك؟ دول هيعملوا اي حاجه في الدنيا عشان حقه ما يروحلوش. انا خايف يعملوا فيكي حاجه بعد ما عرفوا ان انت كمان عرفتي. انا مش هقدر يعملوا لي حاجه ولا امين، مش هسمح لهم. طمن. انت مش عايزه نقلق بعد كل اللي حصل ده ليه؟ انا مطمنه عشان انت جنبي. ممكن نتناقش ونفكر كويس وبلاش قراراتك السريعة دي؟ دي الضرائب يا أمال، وأنا بصراحة ما عنديش استعداد أتسجن تاني. خلاص نقول لهم الحقيقة، نقول لهم إن أنت ما ورثتش الأبعدية زي ما هم فاهمين. مش أنت اللي طلبتي مني ما أقولهمش؟ وبعدين إيه اللي هيحصل يعني لما أقول لهم؟ ضميرهم هيصحى وهيتراجعوا؟ أيوة يا إحسان، بس أنا ما يرضنيش إن أنت تبيع بيتك اللي هو الحاجة الوحيدة اللي بقيالك من ميراثك عشان دين أنت مالكش أي ذنب فيه. كده كده البيت لازم يتباع عشان اسدد ديون ابويا الله يرحمه. فخلاص بجمل التسديدات الديون بقى. بس ده ظلم. فداك يفيد ابويا يا حبيبتي، ان شاء الله ربنا هيعوضنا. مش يمكن يكون ربنا رايد لنا ابتدي من الصفر زي ما ابويا وابوكي ابتدوا من الصفر؟ بحبك قوي يا حسين. عطلك؟ تعالي اشربي قهوة؟ لا ميرسي. ده بتاعك انتي وأمين، لازم يفضل معاكم. انتي اللي لازم تحكي له على كل حاجة، ما ينفعش يعرف من حد قبلك. تعبت قوي، مش قادرة أشيل الحمل لوحدي أكتر من كده. حسيت إني عايزة أتكلم معاك وأقول لك على اللي ما قدرتش أقوله لأي حد السنين دي كلها. افتكرتك لما قلت لي إن كل واحد في الدنيا لازم يكون عنده حد بيقدر يفضفض معه وهو مطمن. وأنا بشكرك أوي سكينة إنك اديتيني الشرف ده. تصور لما جه اليوم اللي فضلت مستنيه عمري كله، حسيت إني مش عايزة، إني خايفة، عاملة زي اللي عاش عمره مسجون. ولما جه ميعاد خروجه وخرج للدنيا معرفهاش، اختار يرجع سجنه تاني. مفيش إنسان في الدنيا يا سكينة لو خيروه بين السجن والحرية يختار السجن، كده هيختار الحرية. وأنت يا سكينة ست حرة. خايفة أمين ما يسامحنيش. عارف هيسامحك إمتى؟ لما أنت تسامحي نفسك. هيسامحك لما تكشفي عن طاقة الحب اللي جواكي. هيسامحك لما يعرف انك ضحيتي بحاجات كتير قوي عشان حبيتي ابوه. متاكده وعندك يقين
إن هيفرق وعده. وافرض ما سامحنيش. أنا متأكد إنه هيسامحني. على فكرة مين اللي أنا أعرفه كويس يسامح؟ لأنه مش ظالم. عارفة ليه؟ لأنه ابنك. وأنت مش ظالمة يا سكينة. يبقى سامي هيبقى ظالم. هيسامح. يلا يا دنيا. عارف يا دي أذن؟ وكستك سكينة؟ كدائما تقعد تقولي إن أنا في سنك كده؟ كنت مستموت بايع بتاع 5-6 مرات في الشهر لدرجة إن الناس كانوا بيقولوا إن أنا خلاص هموت وربنا يعوضها ويصبرها. بس أنا كنت أرجع أفتح الجعورة تاني وأبقى كويس زي كده بالظبط. أنت هتعيش يا حبيبي تبقى قد البغل مش هتعرف تعدي من الباب ده كمان. الولد عامل ايه؟ وانا بكره ده طول الليل وبرضه كان سخن ويهدى شويه ويتعب شويه كأن العلاج مش عامل معاه أي حاجة. كبرت يا أمين. جربت الخوف على الدنيا. عارف أنا لو كنت قعدت 100 سنة أوصف لك ما كنتش هتحسه زي ما أنت حاسه دلوقتي. بس أنا خايف عليه أوي يا أم. لا يا حبيبي ما تخافش. هيبقى كويس هيخف. خليك جنبه ما تسيبوش لوحده لغايه وقت ما تيجي ولو صدق سأل عليك هقول ان انا بعتك مشوار. ربنا ما يحرمنيش منك ويخليك لابنك. زمان لما أنا وأبوك كنا لسه متجوزين رحنا أسوان علشان نشتي. كانت أول مرة كنا بنتفسح في مركب في النيل. شاف حتة أرض قال لي يا سلام لو كان معايا فلوس كنا ناخد الأرض ونبني عليها أوتيل زي الأوتيل اللي قضينا فيها شهر العسل في فيينا. كان حلم حياته إنه يبني الأوتيل ويسميها جراند أوتيل. رجعنا مصر وكنت لسه ورثة من بابا. حلمه بقى حلمي أنا كمان. رجعنا أسوان
اشترينا الأرض، ابتدينا نبني، حطيت فيه كل ورثي، كل ورثي. وصد شوية ملالين حطها هو، علشان أنا كنت بنت أصول، كنت بحبه، ما كنتش بعمل فرق ما بين فلوسي وفلوسه، كنت بقول إيه يعني، ما فكرتش وهو بيسجل الأوتيل باسمه، كنت هبلة، كنت مطمنة له، مأمنة له عشان جوزي. حتى لما جاب الخدامة برضو كنت مأمنة له، كنت بقول اللي نعرفها أحسن من اللي ما نعرفهاش، إنما لما خيانته توصل إنه يربي ابنه منها هنا بفلوسي، بدأ إيه؟ سكينة وابنها خدامين، وأول ما عرفت ما طردتهمش عشان يفضلوا خدامين، وحيفضلوا طول عمرهم خدامين. عارفين ليه؟ لأن ده الحق، ده العدل، ده حقي، ومش هقبل أي حد يقول غير كده. كنت بتقولي ايه لاختك على امين؟ حسام بيه، حسام بيه، لو سمحت وقع العقد. أمن أرجوكي، أنا مش مستحمل أشوفك كده. انت يعني فاهمه اللي بيحصل ده سهل عليا؟ الحل التاني كان اني اخش السجن تاني، كنت تستحمليها؟ مش يمكن يكون ربنا اراد اني اعمل زي ما عمل بابا الله يرحمه وابدا من الصفر؟ وبعدين وجودك جنبي هيحفزني ويقويني،
مش انت كنت دايما بتقولي لي ان انت متضايقه ان انت عايشه في بلد وانا عايش في بلد؟ هي جات الفرصه ان انا وانت نعيش مع بعض في بلد واحده. عال عال على اسمك وانت؟ لا يا ماما، انت مش هتعيشي عال على حد، انت هتعيشي معززه مكرمه في حضن ابنك، في حضن حفيدك سليم حبيبك. بعد اللي قالته لي نازلي عن رد فعل اسمت، اتاكدت من اللي انا كنت خايف منه. اسمت مش هتسيب امين ياخد حقه بالساهل، وتاكدت كمان ان هما اللي ورا اللي حصل له. الواد ده غلبان قوي يا ريس صديق، مش بعيد يحاولوا يخلصوا منه تاني، خصوصا بعد ما عرفوا دلوقتي ان نازلي هتبقى في ظهره. والله انا زهقت، زهقت من كتر ما انا حاسس بالعجز وخوف على ناس بحبهم. انت عارف نازلي ولا امين دول لو جرى لهم حاجه انا عمري ما هسامح نفسي. امين ده طفل غلبان، هو انت مش شايف ورطة بتعامله ازاي؟ ده عامل زي الشخشيخه في ايديها، ده هيعمل ايه مع الناس التانيه دول؟ انا بحب سكينه يا علي. ايه؟ بحب سكينه. ست سكينه؟ ايه؟ بحبها. الحمد لله على السلامة يا حسين بيه. الله يسلمك يا وردة. أمال فين أمال؟ خرجت أديلها ساعتين كده وقالت لي غير السليم بيه ورضعه وأطلعه عند نازلي هنا. لا سيبيه معايا. اطلعي أنت بس العناية تاني بأوضة 420 علشان تساعديها تفضي شنطها. بص. إيه ده؟ خير؟ إيه اللي في رقبة الولد ده؟ أنا لسه واخدة بالي من شوية برضو، ده خربوش صغير. أيوة ما أنا عارف. جاله منين الخربوش ده يعني؟ والله ما اعرف يا فندم، انا زي ما بقول لحضرتك كده انا كنت بغير له ولقيته، بس ممكن تكون امال هانم وهي بتغير له عملته له من غير قصدها، دي حاجه بسيطه. الحمد لله على السلامه يا حسين. الله يسلمك يا حبيبتي. خلاص روحي يا ورده العناية هانم دلوقتي. حاضر. رضعتي الولد؟ لسه مخلصه له من شويه. طب روحي انت. انت كنت فين يا امال؟ احنا مش اتفقنا تستنينا انا وماما عشان حساسيه الموقف؟ معلش كان عندي مشوار مهم جدا لازم اعمله عشان الغي كل الحساسيات اللي بتتكلم عنها دي. مشوار ايه؟ اتفضل. ايه ده؟ افتح وانت تعرف. انت بموجب عقد البيع ده ما بقتش مجرد مدير الجراند هوتيل، انت بقيت واحد من ملاكه. يعني ايه؟ يعني انا نزلت لك على نصيبي في الاوتيل بيع وشراء، انت دلوقتي ليك في الاوتيل زي ما نازل ليها بالظبط، حتى مراد وهو مدير الجراند هوتيل بقى بيشتغل عندك. انت فعلا عملت كده؟ مهما اعمل مش هقدر اوفيك حقك يا حسين. حبك ليا والامان اللي بحس بيهم معاك ما يسووش مال الدنيا كله. أنا لو كنت أقدر أتنزلك على الأوتيل كله كنت عملت كده. أنا مش عارف أقولك إيه. متقولش أي حاجة عشان ده مش وقت الكلام، ده وقت لازم تركز فيه في شغلك وإدارة أملاكك وأملاك ابنك. ممكن بقى نروح ناخد سليم عشان يسلم على جدته. ممكن. خير يا امين. ورد كرشتني.
قالت لي روح مطعم فؤاد. ليه؟ بتقول انا مضطره بسبب قلقي على الواد، مع انها يعني بتقولي الحمد لله ان هو بيتحسن. الحمد لله ان شاء الله خير. ان شاء الله. عاملك حاجه تشربها؟ لا لا. يا رب. طبعا انت ما عدتش طايق الفرشه دي وهتموت وتجري على هناك. ها ما خايف على ادهم قوي يا علي؟ انت لحقت تتعلق بيه يا امين؟ مش قادر اوصف لك قد ايه حاسس ان انا عايز اعوض كل الحرمان اتحرمته من ابويا. إن شاء الله يا أمينة تعوضه. إن شاء الله. قول لي بقى أنت يا صاحبي، أخبارك إيه وحياتك بقت عاملة إزاي؟ والله يا أمين كان عندي شوية مشاكل، بس ربك سترها معايا. لو إيه؟ جاب لي حق الحد عندي كمان. أنا الصراحة يا أمين كنت مسجون في قضية كده، سجن زور يعني، قبل ما أجي هنا كنت خجلان أحكي الحكاية دي لأي حد، حتى أنت كمان ما رضيتش أحكيها لك. وأنت من أهله يا أمين. افتكرني في ربيع الورد لما